السلام عليكم خوتنا، معكم عبد الحليم في فيديو جديد على قناتكم قناة قرناني. في هذا الفيديو راح ندير لكم مراجعة بإذن الله، مراجعة هذا المنتج شريناه من موقع سانسكي، إنما منتج نحتاجه في الفيديوهات الخاصة بنا. موقع سانسكي هو موقع شبيه بيربست، المقر تاعو في الصين عفوا، يشحن المنتجات بسرعة. الآن راه يبدا ينافس بيربست، بعد ما قبل ما كان قيربست هو الافضل، الان ولاو يتنافسوا، هذا ولا يلحق في 25 يوم 30 يوم. طرق الدفع عنده الباي بال، ويسترن يونيون، التحويل البنكي كيما تحب، فيه عفايس زايدين على قيربست. المهم هذا المنتج راح نشوفوه مع بعضنا ونديروا له انبوكسينغ. المخرج طيش كماكم تشوفوا، هو المنتج كبير شوي. نبداو نروحوا نفتحوا هذا المنتج. هذا هو المنتج اللي شريناه من موقع بولوز، الفرع تاع سانسكي الخاص بالفلوج. الجماعه اللي رايت فلوجي تحتاجوا هذا العسيس، راح نحلوها مع بعضنا ونشوفوا واش فيها من داخل، على باليش كيف تحل. لكن تبقى علينا نقلبها. نعم، اوه روعه روعه، يجي فيها هذا تاع التليفون. اعطيني شوف تليفون من هنا. فيها اولاد اللاد تاعها، ماهو هو اللاد، اللاد يركب هنا على هذا الشكل. يجي فيها نورمالمون ميكروفون، ميكروفون هاهو. هذه الجماعة اللي حابة تدير لي فلوغ ومنا عارف هاك شيء خو، الجماعة اللي حابة تفلوغي هذه تكفيكم. شي هو كبيرة شوي، هاو الكابل تاع الميكروفون يجي منها هكذا، يجي تركب لها هذه هنا. جي على هذا الشكل، الهاتف يركب هكذا، وتحب تحل هذه ديرها مثلا هكذا. ها هي هذه هي النتيجه النهائيه. المهم خاوتي، كان هذا بالنسبه للمراجعه تاع اليوم. اللي حاب يشري هذا المنتج يسقم بالدينار الجزائري 13000 دينار جزائري، يعني 1,300,000. اللي حاب يشريه يتصل بيا في صفحتي على الفيسبوك، تلقاو الرابط اسفل الفيديو. الجماعه اللي حابه تشريها اونلاين مباشره، نتلاقاو فيديو جديد، نخليكم مع السينيماتيك. يو سلام.